مرحبا شباب، اليوم راح اشوفكم طريقة تنفيذ منظومة المي بسيارات البي ام دبليو اللي يجي بيها الواتر بمب كهربائي. هاي السيارة F02730 موديل 2012. نفتح السويتش بدون دوسة بريك، تمام. هنا نحول المنظومة اثنيناتن على الحار على مود، نتأكد من دوران المي وندوس على دواسة البنزين 10 ثواني. هنا هسه راح اشوفكم دوران المي. مثل ما شفتوا الطريقة سهلة جدا، تستمر هاي العملية لمدة 10 دقائق، تخلصك من كل فقاعات الهواء الموجودة بالمنظومة. بنفس الوقت هاي العملية تقدر تسميها فحص للواتر بام إذا تشتغل أو لا وقوة الدفع مالتها. وبالنهاية أشكركم على المتابعة.